مسؤولية الهزيمة الثقيلة لفريق الجونة أو لفريق الناشئين الجونة، لأن في النهاية التاريخ بيكتب أن الأهلي فاز على الجونة ب13-0. حاج أحمد برحب بيك. كأستاذ سامي ده حضرتك. يعني في ناس من من اولياء الامور لشباب الجونه اللي هم ما لعبوش النهارده بيحملوا حضرتك المسؤوليه نتيجه بالهزيمه 13-0. ده اللي ما لعبوش؟ من اللي ما لعبوش. طب ما هعمل ايه انا؟ هلعبهم ازاي انا؟ يعني هو لا، هتلعبهم ازاي؟ زي ما بص يا كابتن، زي ما لعبت زياد النهارده يا حاج احمد. هقول لحضرتك حاجه، انا زياد بيلعب 14 سنه وفي لعيبه خمس يعني مقصوده بيها. انا زي ما قلت لحضرتك انا باصي رساله ودي مقصوده، وبعدين ده بيبقى اجتماع مجلس اداره ورئيس النادي بيكون معانا في الاجتماع واتفق على ذلك ومقصوده، واني كمان هجمد نشاط الفريق الكبير لحين عودتي عن طريق المحكمه الرياضيه، ومش ههتم غير بالشباب في الفتره الحاليه، وهنمشي فضيلتنا في المحكمه الرياضيه وهنجمد نشاط الفريق الكبير لحد ما نرجع عن طريق المحكمه. يعني انت مش هتشارك في القسم الثاني؟ مش هشارك، وانا بمشي فضيله لحد ما ارجع دوري ممتاز ان شاء الله. طب ده يعني افرض القضيه ديت خدت وقت كبير يا حاج احمد، يعني ما برضه هتاخد وقت، اهتم بالناشئين وبالشباب لحد ما راضي نفصل في القضيه. هيتم تطبيق اللائحه عليك بانك انت هتهبط؟ طبعا انت كده هتكون في حاله انسحاب من دوري القسم الثاني. حتى لو هبط هتبدا هتهبط للقسم الرابع يا حاج احمد. تمام، حتى لو هبطت القسم الرابع وجات جه من المحكمه الرياضيه اني انا ارجع دوري ممتاز، هرجع حتى لو انا في القسم الرابع، حتى لو انا كان طلع قرار بهبوطي القسم الرابع. هو من الاخر يا كابتن، احنا المقصود اللي حصل النهارده دي بنقدم رساله. اي نعم عارف ان هيحصل هجوم من بعض الاعلاميين ويحصل تأييد من بعض الإعلاميين، كل واحد حسب هواه وكل واحد حسب انتماءاته. أنا النهارده مش مقصود النادي الأهلي بحاجة خالص، إحنا كل احترام للنادي الأهلي، إحنا كنا قاصدين فيه بس نوصل رسالة لاتحاد الكرة. أيوه طب يعني أقصد فيه في اتحاد الكرة بإيه؟ أصل عايز حقي، عايز طبق اللوائح. عايزك تطبق اللوائح. طب ما طلع الحاج محمود الشامي دلوقتي على قناة النيل رياضة بيقول إن اللاعب حجازي اللي في الجونة حاليا لعب النهارده مقيد في ضميات. أوكي ماشي أنا موافق. انا موافق، تعال طبق عليا اللائحه. اول حاجه اللاعب انا جايبه لي سنتين في الجونه، جايبه من بتروجيت، ضمه من بتروجيت وبيلعب في الجونه لي سنتين حتى لو كان، تعال طبق عليا اللائحه وشوف هتطبق اللائحه بانهي لائحه هتطبقها، باللائحه الاستبن ولا اللائحه الاساسيه. بس ايوه بس في النهايه الهزيمه يعني وهل حد كان يتخيل ان انا رايح على لعب الاهلي النهارده ان بالناشئين وباللعيبه الصغيره اللي لسه مجمعهم من 10 ايام، لان اتحاد الكره لغى بطوله 95 و97 و98 في شهر واحد بعد نهايه الدور الاول لغاها. احنا بنكلف وبنجيب نعمل فرق وبنصرف عشان نعد ناشئين للفريق الاول، تيجي انت في شهر واحد تلغي لي مسابقه؟ ايه السبب انك تلغي المسابقه في شهر واحد؟ ايوه طب اللعيبه ديت ذنبها ايه برضه يا حاج احمد؟ طب يعني ان يظهروا بالشكل دوت وبالمنظر دوت قدام الناس؟ لا يعني انا كنت اتكلمت مع اللعيبه، قلت لهم ما تهمكمش النتيجه قد ما ممكن انكم تحاولوا تادوا اللي عليكم في الملعب، واللعيبه لسه متجمعه من 10 ايام وان شاء الله هيبقى فيهم هتطلع منهم خامات كويسه، على قد النهارده 13 جون بس الحارس اسلام ظهر بصوره كويسه، بعض اللعيبه ظهرت بصوره كويسه. ما قلت حضرتك المقصود في النهايه بص رساله. الهدف من مشاركه زياد ايه يا حاج احمد؟ ان يكون اصغر لاعب في الملعب. بس كده. مش عشان ابني يعني. لا ما لهاش علاقه، بس انا بكلمك في فكره ان انا عندي تصريحات لحضرتك ان انت بتقول ان ده يعني اعتراضا على سياسه اتحاد الكره واستهزاء بلوائح المسابقه. لا انا استهزاء، لا انا عمري ما قلت كلمه زي كده، انا بقول اعتراض، لكن استهزاء عمري ما استهزا من حد، بالعكس كلهم ليهم كل الحب والاحترام والتقدير، بحترم جميع المسؤولين. انا بتكلم في نقطه لوائح. لكن هم كلهم شخصيات محترمه، لكن ما اقدرش اتكلم على حد فيهم بحاجه. اي نعم هم ممكن يتكلموا قبل كده عليا وطلع مسؤول اتكلم قال لك، يعني يمكن سياده العميد ثروت السويلم قال لك الحاج احمد دلوقتي قاعد في الانتاج الحربي دي مصالح شخصيه. انت طب انت سياده العميد، انت اتحاد كره ما بتجيش مع طرف ضد طرف، انت المفروض طرف محايد بتطلع ليه انت تدافع ان انا قاعد هناك وزعلان ومصالح شخصيه؟ انا عمري ما انطق كلمه مصالح شخصيه مع حد.
هل انت شايف ان يعني العميد ثروت سويلم كان بيدافع علشان طبعا علاقته باعتبار ان هو عميد شرطه؟ لما تطلع تتكلم في التلفزيون يوم كان مداخلتنا مع الكابتن كريم حسن حياته ويقول الحاج احمد قاعد ليه دلوقتي مع انتاج مع بتاع الانتاج الحربي ده دي مصالح شخصيه. طب انت يعني ايه مصالح شخصيه؟ فهمني. فرقتين ظلموا من قرار، فرقه اللاعب بتاعها راح انضم للداخليه وفرقه ما طبقتش اللائحه وخدت الاربعه بونت. فانت بتتكلم، انت افترض اتحاد كوره انت طرف محايد، مفترض انك انت طرف محايد ما تديش مع طرف ضد طرف. طب لكن هو الراجل بيدافع عن قرار اتحاد الكوره يا استاذ اسلام، يدافع تماما عن يدافع تماما عن قرار اتحاد الكوره، يتكلم في القرار. لكن انا قلت يوم ما ذكرت ان القرار بيقول نمره 2 في القرارات بيقول ان اللاعب تغريم اللاعب 100,000 جنيه لصالح الانتاج الحربي، فبقول كده اتحاد الكوره بيجي نفسه، يعني انت بتقر وتعترف ان اللاعب لاعب الانتاج الحربي، والا ما كنتش غرمت اللاعب 100,000 جنيه لصالح الانتاج الحربي. المفترض ان هو لو يطلع يتكلم في النقطه دي، لكن ما يتكلمش انا قاعد هناك ليه وبتكلم هناك ليه، وما يقولش كلمه مصالح شخصيه برضه. ما انت طرف محايد، انت مالك؟ طب ما انا اقدر اقول لك انت عميد شرطه مثلا. ايوه يعني بس يعني عميد شرطه ديت المقصود بيها ايه؟ يا كابتن ما انا قادر اقول مثلا كده انت عميد شرطه وانا مشكلتي مع الداخليه. ولو اني انا بقول مشكلتي مع كداخليه كنادي لكن مش كاشخاص، انه يعني الكابتن علاء واللي هو عثمان كلهم ناس حبيبه، بس هي المشكله وقعت مع الداخليه، ممكن تقع مع اي نادي تاني. بس فطلوعك انك انت تتكلم، شايف ان يعني ان ثروت سويلم كان ليه تدخل في القرار؟ انا ما بقولش لا، ما بتهمش حد. انت بتقول كده يا حاج احمد يا كابتن؟ لا انا بقول على لما طلع واتكلم وقال الحاج احمد قاعد هناك ليه، دي مصالح شخصية. أنا برد عليه بقول له يا كابتن من المفترض حتى يعني لما تذكر ما تقولش الحاج أحمد صحيح، قول مسؤول نادي الجونة أو القائم بعمل رئيس نادي الجونة في الفترة الحالية، ما تقولش أحمد الصحيفي. إنك تقول مصالح شخصية، أنت بتتهمني مصالح شخصية، طب أنا قادر أقول لك طب تعالى إيه المصالح الشخصية اللي بيني وبين الإنتاج الحربي؟ يعني معلش. فأنا عشان كده بقول لك أنا بحترم الجميع على المستوى الشخصي، انا كلهم ممكن بكره تلاقيني يعني يوم الاحد تلاقيني في اتحاد الكوره قاعد معاهم بشرب شاي معاهم، لان في بيني وبينهم احترام للشخصيات اللي قدام مني. لكن النقطه بتكلم عليها نقطه لوائح وتطبيق لوائح فقط لا غير، زي ما نادي الجونه اتعاقب قبل كده بخصم 3 نقط منه حسب اللائحه، عرفنا احنا غلطانين تعظيم سلام، وال3 نقط اثروا علينا نهايه الموسم. لما اجي اقول ان في وقعتين حصلوا نفس الطريقه اللي حصلت معايا في المشكله بتاعتي في درجه ثانيه ودرجه ثالثه واتطبقت وتم خصم النقط من الفريق، يبقى المفترض انك انت ما بتكلش مكيالين، انت بتطبق اللائحه على الجميع. بس ده اللي بتكلم النقطه بتكلم. طيب حضرتك قلت لي ان هيتم تجميد نشاط فريق الكره الاول. ده قرار رئيس النادي، ده قرار رئيس النادي. طيب تجميد نشاط الفريق الاول بالنسبه لعقود اللاعبين يا حاج احمد، يعني هتتعاملوا معاها ازاي؟ واللاعيبه اللي يا كابتن اللعيبه كلها انتقلت لفرقه يا كابتن، اللعيبه كلها انتقلت لفرقه. اصل انت حضرتك قلت لي امبارح ان علي عيد مثلا ده موجود على قوه الجونه، وانا المسؤولين في مدير الكره في الانتاج الحربي كلمني واكد لي ان اللاعب وقع لمده 3 سنوات مع الانتاج الحربي. خلاص كابتن، النهارده كان علي عيد قائمه اولى في نادي الجونه ونازل على السيستم لحد موسم 2018 2019 وعقده موجود، يمكن بعت لحضرتك على الواتس امبارح ال3 صور من العقد، والنهارده كان اداري موجود هناك ونازل على السيستم. بل بالعكس ده انا لسه هتقل لو في فعل الورقه طلعت من اتحاد الكوره ان اللاعب فري، ده انا هيبقى دي قضيه ثانيه بقى. تعال انت بتطلع ازاي ورق ان اللاعب فري وهو مسجل عندك على السيستم تبع نادي الكوره. طيب هننتهي في الخناقه بتاعت اتحاد الكوره والجونه ديت على ايه يا حاج احمد؟ لما كل واحد ياخد حقه. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لو المحكمه الرياضيه قالت ان اتحاد الكوره قرارهم سليم، قلت لك هاجي من الصبح من 6 الصبح قدام اتحاد الكوره هدي التحيه وتعظيم سلام لجميع اعضاء مجلس الاداره. المحكمه الرياضيه قالت من حق ارجع دوري ممتاز، هرجع دوري ممتاز ايا كان الوضع او ايا كانت الماتشات اشتغلت او الدوري بدا اسبوع 2 3 هرجع للدوري المصري. هترجع كل للدوري المصري؟ ما الدوري المصري هيبقى بدا وانت حضرتك منسحب دلوقتي. عارف يا كابتن لو بدا والمحكمه الرياضيه حكمت ليك هترجع والدوري بدا. طب هترجع ازاي؟ يعني هتبقى النادي 19 مثلا؟ ويسال فيها الكابتن مجدي عبد الغني يمكن خبير اللوائح راجل وعارف. وقال الكلام ده، لكن المشكله لو رجع الجونه بعد حتى لو مر من الدوري 3 4 اسابيع هيرجع يبقى هو النادي 19، والاسابيع اللي مرت منه هتبقى مؤجلات ليه وهيلعبوا، ده قرار هيبقى ملزم يا كابتن.
خدتوا يعني خدتوا ميعاد محدد ولا انتوا لسه اصلا ما بعتوش الورق بتاعكم للمحكمة الرياضية؟ كابتن المحكمة الرياضية مش هتقبل منك الورق الا لما بتقدم فيه خطوات بتعمل في اتحاد الكرة المصري، اللي هي بتقدم تظلم وبتطالب بحيثية الحكم. انا قدمت تظلم من يوم الاحد اللي فات لحد النهارده التظلم بتاعي ما راحش لجنة التظلمات. ليه؟ انا ما اعرفش ليه. طب وانت ما سألتش ليه؟ بعت الاداري النهارده ليه الطلب لسه ما طلعش تظلمات. انا بقى مش شغال او عضو في اتحاد الكوره او موظف في اتحاد الكوره عشان اطلع. المفترض انك انت قدمت تظلم بيطلع مباشره بعد ما بتقدمه بتدفع الرسوم بتاعته، بيطلع مباشره لجنه التظلمات بتدرس كل الاوراق وبتدرس القرار اللي طلعت، يا بتايد القرار يا بتخالف القرار. لحد دلوقتي لسه ورقنا ما دخلش لجنه التظلمات. حاج احمد الصحيفي المشرف العام على فريق الجونه بشكرك، ويعني هو وضح اعتراض نادي الجونه على سياسه اتحاد الكره وعلى قرار يعني عدم معاقبه الداخليه وعدم بقاء الجونه في الدوري الممتاز بمشاركته بفريق الناشئين تحت 16 سنه والدفع بابنه زياد في تحت 14 سنه في المباراه. وقال كمان ان هو هينتظر او هم مجمدين نشاط الفريق الكره الاول علشان لحين طبعا اتخاذ قرار المحكمه الرياضيه، واكد على ان في حاله عوده الفريق هيرجع على الدوري الممتاز. واتهم كمان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره باطلاق تصريحات ضد المشرف العام على الجونة بأن هو في مصالح شخصية بينه وبين الانتاج الحربي. معرفش احنا اتصلنا بالعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ادى التليفون لواحد قاعد جنبه وقال لهم انا في اجتماع. فخلينا